اجتمع اليوم مجلس جماعة أكادير بحضور السيد الرئيس، طرق فيه المكتب نقطة أساسية اللي هي جدولة الفائض الحقيقي لسنة 2020، ثم ترشيد النفقات وإشكالية تحسين الميزانية. نقطة أساسية طرق لها المكتب في النقاش ديالو متعلقة أساسا بواحد المبلغ معين سيخصص أساسا لبرنامج للأحياء ناقصة التجهيز اللي غادي يتم التشاور فيها مع الساكنة ومع جمعيات المجتمع المدني. ثم أيضا كاين نقاش آخر حول نعمل مع الجمعيات المجتمع المدني، وكاين واحد التشاور مع هذه الجمعيات من أجل أولا التشاور معها، وأيضا من أجل إحصائيات ما تحتاجه هذه الجمعيات. ما تنسوش ديروا أبوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.